والله أنا يعني حقيقة هذا الشارع ما أفوت به قليل، كل ست أشهر سبعة أشهر جوز سنة يلا أفوت من الازدحامات من الوضعية هاي التعبانة. طبعا المحافظ قبل كم يوم زار أيضا يعني نطع أوامر بي يعني هسه كنت أحكي ويا هذا الولدي هذا قاعد قلت له إذا أنشل أنشل أتمرض لشتا أطلع الأربي لو لست يمانية أتعالج بس ما أفوت بهذا الشارع. أكو بي عدم شروط صحية مو بس شروط ولا شروط كمامات ما أكل لا 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 هاي شاء الله انتهيت مع الكمامات خليناها يا الله سبحانه وتعالى. زين أنت أيضا ولكن هاي الحالة يعني هاي شنو هاي يعني هي 100 متر 100 مرة قال لي 100 متر قيسها منها للبانزي خانة تطلع 100 خلنا نعتبرها ما ساحة وميدة ركض 100 يعني ما يقدرون هاي كلها يشيلوها شو نريد تفوت سيارة أريد عندي بنيرة أجيبوا لي غادي زين ماشي احنا خلنا نتناقش بهالموضوع نتناقش احنا وياك نرتب هذا الشارع ذولا وين يروحون أصحاب الدخل المحدود مشكلتهم قانون لو قانون يصير ولهذا هذا استفحل لا نلقي لهم غير مكان وهاي عاد هم وحظهم يعني هسه مثل هاي اللي ورا هاي شارع الاطباء هذا المتنزه بجراج متنزه هي منطقه خضراء يحصلون بها موافقه يسووها ساحل هاي الشارع اخي هذه شارع اطباء احنا دنفوت بكل المكانات يعني احنا هاي معاناه يعني تصور احنا عندنا صيدليه تتذكر عفناها لمهنه الصيدله زوجتي عافتها من وراء كثير شغلات من ضمنها هاي اللي هسه مثلا انت محلات اثنين كانت يمي واحد منها مطلعين ملابس برا اصدقائهم من البعجيل صيدليه صارت مضايقه للصيدليه عفناها خساره تعرضنا الى خساره من وراء هاي الشنابه هذا السوق مو بس من تكريت يجون من كافه المحافظات مشكله هاي كبيره يعني احنا من نتعرض الى خساره الخساره كبيره صحيح يعني تصور صيدليه شلناها من هذا الشارع رحنا على الزهور ليش؟ يلا اكيد يعني اكو خسارة كبيرة من وراء الشنابر والهذا يعني احنا هاي معاناة يعني انا هسه من طبيت صدق هذا الولد هسه قاعد هنا قلت له اذا عندي شيء اطلع الاربيل ما تعالج بهذا الشارع هذا مو شارع اطباء يعني شنو عصت على اطباء يعني يطلعون من هذا المكان خلي يخلوها بس كماليات يعني هذا الزهور خلينا والله هم يعني كثير طلعوا يعني اجرام